بدي أتوقف شوية صغيرة وأعطيكم فكرة التالية. البشرية كانت بتكتب بطريقة معقدة جدا في يوم من الأيام، حتى تم اكتشاف ما يسمى بالأبجدية، ولا يعد من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية. ليش؟ لما الصيني بكتب في 5000 حرف رمز يعني، والياباني زيه، وبقولوا الصينيين اختصروها في الأخير 1500، منيح ما أولادنا يعني يحفظوا 1500 رمز. والفراعنة كنت تشوفوا برسموا رسم، لحد ما جت فكرة عبقرية. مين وراءها مش موضوعنا الآن، لكن أقل شيء تقديرها قبل الإسلام ب 1600 سنة، أجا واحد وضع الأبجدية 28 حرف عربي. عربي ال 28 حرف هذول أول من أخذهم عن العرب اليونان، واليونان لحد الآن شو بيقولوا؟ ألفا عن الألف، بيتا عن الباء، وعن الدال شو بيقولوا مثلا؟ دلتا، وعن الجيم أيوة. وعن اليونان أخذت كثير، إلى درجة إنه معظم الأبجديات اللي تشوفها أو كلها حتى اللي في العالم الآن مأخوذة عن العربي. والترتيب العربي موجود مثلا K-L-M-N كاليمون، اللي بالإنجليزي هاي K-L-M-N شو هي؟ كاليمون. هذه مش بس موجودة في الإنجليزي، وكثير لغات مرتبة K-L-M-N. Q-R-S-T كورشت وكورست. هذه من آثار ايش؟ الأخذ ايش؟ بما فيه العبري. العبري أخذين عنا. وأنا ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في ناس ما بدروش شو التاريخ ولا بيعرفوا تاريخ هذه المسائل، بقول لك هذا الأبجد هوز وكذا وما فيه من جمل، هذا من اليهود مأخوذ، من اليهود، من اليهود. هذا ما بتعرفوش شيء، مش قارين شيء أنتوا، ولا بتعرفوا تاريخ شيء أصلا. هذا كلام، هذا كلام في الهواء. ناس ما بيعرفوش أصلا تاريخ، بيعرفوش تاريخ، وبيعرفوش إنه العرب هم اللي وضعوا الأبجدية، وإنه كل أبجديات العالم مأخوذة عن العربية. اللي وضع الأبجدية هذا شو عمل؟ رتبها أبجد هوز حطيه لعند وين؟ سخذ ضغ. وأجى شو عمل؟ رتبوهن ترتيب زي ما بتعرفون، والألف واحد، الباء اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة عند الياء. بعد الياء شو قال؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 100، تطلع القاف 100. بعدين 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 الغين ضغ 1000. هذا بسموه الآن حساب الجمل. اللي وضع الأبجدية هو اللي وضع الحساب. ليش؟ لأنها مكتملة الصورة. شو هو كيف مكتملة؟ من 1 إلى 9 أحد، من 10 إلى 90 عشرات، من 100 إلى 900 مئات، ألوف، 1000 غين مكتملة. في حين في العبري مثلا، في العبري عند كورشت 400. شو ال 400 هاي؟ يعني كورشت ما هو أخذوها عنا كل أكثر اللغات أخذتها عنا. أنا شفت 13 لغة، 13 لغة ماخذي الأبجدية العربية بنفس القيم العددية، 1 2 3 لعند 10 20 30 بما في العبري. والعبري نفس الموضوع، بس تنتهي عند كورشت. كورشت شهي طب ال 400 هذه مش كاملة. وين الكمال؟ في العربي. أحد، عشرات، مئات، ألوف، هيك قصده، هيك قصده. وإلنا دراسات ثانية في موضوع. فهذا للناس اللي يقولوا إنه هذا حساب الجمل هذا بسموه. شو اسمك مثلا؟ صبحي. الصاد 90 والباء 2 والحاء 8 والياء 10، هذا مجموعهم بسموه جمل صبحي. تمام؟ مجموعهم جمل كذا. طب إيش يعني الجمل؟ هم غالبا استخدموه في التاريخ، في التاريخ. هكذا الأبنية القديمة أو القبور القديمة، إذا عليها مثلا قبور عليها أبيات شعر بيكون مؤرخة في عبارة. لو حسبت هذه العبارة بتعرف تاريخ الوفاة أو تاريخ بناء بناية معينة في القدس، استخدموه في التاريخ. بعدين في بعد الإسلام ناس ولدوا إشي جديد في بعنيناش. إحنا بدنا لما نزل القرآن شو كانت لغة العرب؟ كان الجمل من ضمن لغة العرب، كان الجمل من ضمن لغة العرب.
وهم المخترعين اصلا. واليوم الجمل بيستخدموه في الشعوذة وبيستخدموه في الابراج وتفاصيل من هذا القبيل، وهذا بيعنيناش. احنا بدنا الجمل ببساطته. لما طبقنا في القرآن قدمنا بالمقدمة التالية، لاحظوا انه طالما انه لما نزل القرآن بلسان عربي مبين، وطالما انه الجمل من اختراع العرب، وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل، معناته ممكن القرآن فيه. تفضلوا واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل. فاللي بيقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود، في اكبر من هيك دليل؟ لما يكون في القرآن موجود شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لو ورد حديث صحيح قال صحيح قال في القرآن جمل، بكونش اقوى من انك تجد في القرآن مئات الامثلة في الجمل. لانك القرآن تستنطق القرآن موجود، نظام موجود، شاءوا ام ابوا موجود. تبعتوا كيف؟ طب ليش جبت الجمل؟ لانه لفيفة قديش كان ترتيبها؟ قلنا 1443، فاخذت جمل فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة، فطلع في مفاجأة. المفاجأة ما يلي، يا اما بتقرأها قراءة حفص او تقرأها قراءة ورش. طبعا احنا بنتكلم عن المكتوب مش المقروء. ورش شو بقول؟ فاذا جاء وعد الاخرة جئنا، مش جينا، جئنا بكم لفيفة. وحفص شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة. وهذا اللي بتفرق عن بعض همزة بس، والهمزة شو قيمتها؟ واحد، لأنه في الأبجدية بعطوا، عفوا في الجمل بيعطوا الألف واحد والهمزة واحد، عشان هيك 28 حرف. وفي الأبجد البتاثة 29، لأنه بفرقوا بين الألف والهمزة. إذن الترتيب البتاثة 29، ترتيب أبجد هوز 28، لأنهم بدمجوا بين الألف والهمزة في القيمة، بعطوا كل واحد واحد. فلما حسبت بقراءة ورش فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وإذا مجموع الجمل 2022، هاي الصدفة الثانية. وإذا المجموع كم؟ عجيب، كلمة لفيفة، كلمة الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية 1443 من عند يقوم يدخل الأرض المقدسة، وتطلع لفيفة هي الكلمة 1443، ولفيفة هي اللي تكمل في الجمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022. طيب شو بعقب سبحانه وتعالى؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443، معناته وبالحق شو رقمها؟ قول وراي، 1444 أنزلنا، 1445 وبالحق، 1446 نزل، 1447. مجموع هذول 5782. شو هو 5782؟ هذا التاريخ العبري في 2022. العبري والهجري والميلادي يجتمعوا في حارة واحدة، معناته القضية تستحق البحث. هذا مش دليل، هذا معناته القضية تستحق البحث. ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013، المعطيات الموجودة الآن لا بكفيها لا كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كله بقول 2022.